جو بار دورمير. سبحان الله يبان لي كني ما قال لك ما يقدرش نعس حدا خالته داير بحال واحد مالك Salut. سالي وعطينا شي فور الجيتار عرفتي اول قبيله لقيتك ولكن بقوه لك ما قدرتش وضرتي واخا اخي ماريو ساي بلاش بلاش شي كومونتيرات اخويا مالك راه ما يمكنش واحد يقول شي كومونتيرات اخويا ديال الشعب راه ما يمكنش واحد قال لك وخا ياكل ملحون شنو؟ المهم سير على الله نسمعوا لك اخيرا خرجت لك بعد الكومنتير ديالي غير خرجتي لي حضرت كوني ما طلعتك انت أصابك عشق أم رميت بأسهم فما هذه إلا سجية مغرم ألا فاسقني كاسات خمر وغني لي بذكر سليمى والكمال ونغمي أصابك عشق أم رميت بأسهم فما هذه إلا سجية مغرمي ألا فاسقني كاسات خمر وغني لي بذكر سليمى والكمال ونغمي يا داعيا بذكر العابرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منهم لي يا التليفون باسكو ما كيتسمعش مزيان لو سونس ما دي كومونتيك كيكتبو ما كيتسمعش مزيان لا 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 كيتسمع مزيان كيتسمع مزيان الا كانت شي حاجه انا غنقولها لك خليه بحال شوف انت يلاه واحد البنيته من قبيله وهي كتكتب موجوع قلبي موجوع قلبي نغنيوها لها يلاه سير على الله ليلا لا 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 اديله رانج روح على بال بداش الكومنتار الواعر شنو هو تقرا الا بغيتي تغني امبوسيبل تقرا هذا واحد شنو كتب لك الخوت هذا هو المالك قلبي والتاه بيا من نباوة على روحي ينكسر قلبي علي موجوع قلبي والتاه بيا من نباوة على روحي ينكسر قلبي علي تعبان وجهي ويومي ضرتني دنيا شلت حال حالي وفي حياتي كرهتني كان
طلعت الحوت مريده دمرني تي لا 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 تي لا 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 ما حافظاش مزيان حيت انا ما كنغنيش هاد لو ستيل غير بوغ فير بليزير لديك البنيته وصافي. الستيل ديالك شي حاجه اونغليز شي حاجه غربيه؟ نغنيو بالاسبانيول. عمر شي واحد غنى اسبانيول ولا ماريو واقيلا؟ لا هنا ما عمر شي واحد غنى. غنديروها هادنا بالاسباني. Es la verdad. Querer así, sin pecar, válgame Dios. Que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo ya mi verdad. Es la verdad que quererte más no puedo y ni pensarlo me da miedo. Tú no te vayas a equivocar. Es tanto lo que te quiero que no lo podría aguantar. Quiero que me beses, ya me diabo decirte que te amo. Háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses, ya me diabo decirte que te amo. Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. أنا مالك آخر حاجة ديال الرأي إذا كان ممكن. بيان سير احبيبي. داتني السكره الا كنت عارفه داتني السكره. شنو راي بحالاش بحالاش راي يا مريم؟ داتني السكره الا كنت عارفه ديال خالد. اللي داتني السكره. ما حافظوش مزيان ولكن ندير لك غير الباساج ديالو الباساج الاول وصافي. يلاه سير على الله. السكرة داتي داتي الرجاء داتي داتي محلتها نسكر كل ليلة مويا وداتي السكرة داتي داتي المحلة داتي وداتي سكرة داتي ولا ظهر لا بيمون ودير معاها داتني سكرة داتني لا 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 رائع رائع خويا مالك يحفظك حبيبي. شنو نقول لك صوت اكثر من جميل فعلا صوت رائع خويا مالك وديما نبقى في ما يكون شي لايف نعيط لك نقول لك اجي خويا مالك دير لنا شي بوست شي اغنيه افيك بليزير. ندير لكم واحد لابارتيماري واحد لا شونسون قريبا نسجلها ان شاء الله سير نعطيكم تسمعوا واحد لابارتي منها بغيت غير لافي ديال لي زامي صافي. برافو سير على الله حنا هنا سميتها يا وطال غياب الحبيب اش جابك ليا من بعد الغيبه وهي غزالي. سير على الله.
يا وطالغ يا بلا حبيب يا وطالغ يا بلا حبيب وشبك ليا من بعد الغيبة وهي غزالي يا وطالغ يا بلا حبيب يا وطالغ يا بلا حبيب وشبك ليا من بعد الغيبة وهي غزالي وحتى قل قلبي غنساك حتى قل هناني هواك حتى قل قلبي غنساك حتى قل هناني هواك وشبك ليا من بعد الغيبة وهي غزالي المهم نخليوها سير بقيت تسمعوها ان شاء الله ابخي عطيتوها يوم تيتبارتي منها انا بارطاجيها لك من بعد صافي ميرسي حبيبي انا بارطاجيها لك اخويا مالك لحظه انا غادي نحل لكم يلاه تسالي بونسوار يا اخويا مالك انا بخوشي ميرسي ماريو بون وي حبيبي شكرا هذا هو الملك اللي كنا كنهضروا عليه قبيله هادشي مغاربه ضروري ما يعيبوا في شي حاجه السيد صوته رائع واحد مرقى فاشي شد مرقى قيطار مرقاش صوت كتب كومونتير للسيد قال لي ناري كون كنتي ملك درهم كانت غتكون قداش مرقاش فاشي شد عاد ملك عاد ملك رضو تلاك عندي تحية رجال الأمن المسكين معنا هذه إكرام بن إبراهيم لاباس عليك لا بن إبراهيم أهلا وسهلا ماشي بخير شحال في عمرك يا إكرام عندي 24 24 شمالية طبعا طبعا قول لي بلاش هذه القاعدة أكيد مالك موروفي غير كوني ما عطاهم القناة ديال الأخ مالك قال لهم هذه هي القناة ديالو في يوتيوب سميتو مالك موروفيتس دخلوا تفرجوا فيها قلت لك الأخت عندك 24 عام سميتك إكرام بن إبراهيم شنو الأغنية اللي بغيتي تسمعينها اليوم؟ بغيتيش زعما نبدلها ما عنديش مشكل اللي بغيتي تغنيها ما تقوليش عمري ما شفته شفتي؟ لا 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 ما تخافش مالو لا حول كيفاش ما تخافش هذاك الهضر على رمضان لا ولا كنهضر على العيد الصغير اش عندك اش عندك باقي ما دخلش العيد الصغير او ماشي مسكين ماشي بعد امين رب العالمين امين كليك زوين كتبت غنيت عمري ما شفته قلت لك انا شفته سير عبد الحي عطينا الاخت عطينا كنحييك على صراحتك عطينا شي اغنيه شو بغيتي غني لك اللي بغيتي انت زعما على ذوقك قلت لك انا فوتها عمري ما شفته انا الراي لا لا ديك كتعجبني شي اصلا واو شنو غتغني لينا شي حاجه كيف ما كانت شي حاجه كتغنيها انت غني مثلا طنجة وداكشي غني شنو سميتو هذاك ديال الملحون هذيك ديال الملحون ديال نبيله معان ارحمي يا راح تعقل ترحاني من هواك طنجة لا قل ترحامي من شباك تلصقامي كيف نبقى حير وين تمثل يا روحي يا الغزال محمد عشيان غني أمك يا أمك ضرب الشيشة وصباح من أمك يا أمك ضرب الشيشة وصباح من غني قل لي المليحة غني أي حاجة حافظها يلا شوف قولي المليحة تي ما حافظها شي حنا شنو اختك زعما ديك الغناوي ديالنا الشمال عطاني شي اغنيه ديالكم الشمال اغنيه ديالنا الشمال عندنا ديك شوف هي ماشي الشمال ولكن حنايا كنغنيوها هنايا فهمتيني حنايا هنايا في العرسه ديالنا ماشي كنغنيوها يلا سير شو وكان كلاشي هذيك اللي قالت عمري ما شفته صافي لا يلا سير على الله
قفتانك محلول لا لا قفتانك محلول قفتانك محلول العيلة قفتانك محلول وقل ليك شو كنت عقل على كلمة ندخل السياسة إذا بنتي طلعت بس بس تكراشي لاحظ تقول لها قفطانك محلول غني أنا عمري ما شفتوش أنا بالله يلا كلاس مزيان وغني لينا ذيك أنا العيلة مولاتي لا لا يا مولاتي يلا سير بلاتي بلاتي ما غني لك شي هذيك غني لك واحد واخا صافي واخا انا العايله مولاتي خلوا شفاتي يا لالا انا ما حفظتش هادشي لا حول ولا قوه الا بالله ما حفظتش شي اغنيه واحده ها شي اغنيه واحده هي واش هربانه مشي سبيطار في طنجة واش هربانه مجوج يلا غني لينا شي اغنيه حافظها انت اي حاجه حافظها كنت لك كومونتيرات وانت الكومونتيرات وعطينا شي اغنيه حافظها انت يا ويلي وعدي شي حافظها هنا يلا سير لا تعرفي نحيد الكومنتات باش نقدر نغني سينو يلا حيدي كومنتاريوس باش تغني كومنتاريوس اوكي شوف شوف والله إذا عرفتي هادشي اللي كنقرا هنايا سكرا انا بالبايصة ما تكشي لي كان ترى والله هيدا وحيدة كومنتيرا شو غني يلا سير دغيا لا قوة الا بالله العلي العظيم هيا جات تحيد كومنتيرا هربت صوتها زويون داكشي علاش خليتها يذب الروح في الجسد الانسان صريحة مع راسها قالت لك انا أعوذ بالله من قولتي أنا شفتو هي كتعجبني أمين قريش فين أمين قريش اللي باغي يعاود ديك النكتة فين هو عاد بان ليا أمين قريش زهير بهاوي ماشي ما يكونش كونت حقيقي هذا صحابك شي زهير بهاوي ويطلع عاوتاني شي واحد يغني المحفوظات يلا شكون اللي باغي يطلع دابا حيت بقات لي عيش ويوم شي الناس عييت بعدا من السفر اللي عندكم غدا ما تنساوش اللايف مع الاخ اسماعيل اللي فيه سرطان من نوع نادر بغيناكم توقفوا معاه شويه عيطوا للحموشي يشبر القلاوي ما كنبغيش خسر الهضره كنبقى نقرا ايمن الضيف طلعنا بالرجوله نغني الرعيه يلا طلع اخويا ايمن غايا مكعبنا شي شويه صوتها زوين علاش حيدتيها اماريو لا حول ولا قوه الا بالله علاش حيدتها حيت ما حافظتش اغنيه ماريو غني لينا نتينا طلع كون ايه ماكيافيلي نطلعوك مي ما عنديش كيفاش نطلعك عندك خصك تريشارج هذيك اللعيبه جديده عاود طلع ليا مالك ايه اللي بغيت نطلع نطلعوك انت خاتيمه سير حتى ويصال شافتو كنيمة فين كنطلعك نطلعو شي واحد قبل من كنيمة يلا Where is your picture ماريو فاطمة الزهرة الزهرة غتدخلي للفيسبوك ديالي فين كتفرجي دابا دخلت عليك بالله فين كتفرجي تصويرت شي راه غتلقاي في بروفيل ديالي حسب بدا هي عدنان واش ميت الو هذا مالو هذا طلع طلع ورانا راسو ناعس وعاود هبط وعلاش كطير وعلاش يلا طلعي سينيوراي كنتسناو حنا العلاوي راه صيفط ليها انفيتاسيون باش طلع كنتسناوها دير
كل نيما قال لكم ناس حدا خالتو راه ميمكنش يطلع تكون باغي الشعبي ملي طلع حماده ولد بلادي تقول ممكن ما حماده خصك تبدل التليفون وطلع غني الشعبي ماشي مشكل. وليك على القصه ديال قل لي المالحه في الخمار الاسود ماذا فعلت بالناسك المتعبد. اعتقد انني عارفه انني عارفه اذا بقيت عاقل عليها صح. شحال ديك قريتها كنقرا كتبها واخا هكاك. شحال ديك قريت القصه ديال قل لي المالحه في الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك المتعبد ردي عليه صلاته وصيامه. فالقصه ديال الاغنيه هذه على حسب معرفتي انه كان شي واحد في مكه كيبيع الفولارات كيبيع الفولارات الى اخره وجاب جميع الالوان وكل شيء الالوان تمشاو ليه الابيض الغوز دوك الالوان الجميله تمشات لون واحد اللي ما تمشاش هو الكحل. فباش ما تمشاش الكحل مع القاكي واش يدير لها البيبليسيتي هذه وهذا كيتعتبر اول اشهار في التاريخ العربي باش ما لقاش كيفاش يدير البيبليسيتي ويعيط على واحد الشاعر عطاه دبر عليه عطاه وزنه ذهب ثم طلب منه انه كتب شي حاجه على الخمار الاسود ياك. فباش باش اسيادنا كتب دوك الكلمات عطاها للبراح وخرج البراح كيبراح قل للمليحه ذات الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك المتعبد الى اخره. فالدمادم ديال العيالات كلشي بغات تسمى هي مولات الخمار الاسود. داكشي علاش نادو كيشريوها. ماذا فعلت بناسك المتعبد قد كان شمرا للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد فسلبت منه دينه ويقينه وتركته في حيرة لا يهتدي رضي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بذي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام سي مالك. وفينا خير ماركم بخير. كلشي بخير. لا كيديري. يلا عطينا الجيتار باش نتمزكو. ديديكاس للسيني ورشا الخالي. وخويا راه كلشي كيصيفط صعيب. يلا سير. اشنو بغيتو تسمعو؟ ديك انسانو لي سوجيسيون ديال بيبليك عطيني لو بغيتي انك شي هادي لي بغيتي اخاي ماري قلنا شي لعيبه من عندك عطينا يلا عطينا يا زينه بابيلون يلا المهم قبلوا عليا كتسمع الصويت كلشي مريقل كلشي مريقل سير اليوم راني معاك غدوة تاني متمني اكتب المكتوب ونكون حداك اه يا قلبي شوف هواك برو انت برو خالد تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني ووصاني وقال قوة صاحبي شقدتو تليفونات وداك الشيء صوتو زوين بن حليب صوتو زوين والله الا صوتو رائع بغيت نسمع عاود رجع بحال شي بولكا ولد قرات وذا كتب على الحمار عبد الصمد. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي ماري سمعت يا كيف حالك يا اخي الحمد لله صوت زوين الدراري كان دابا معدي صوت رائع قلت لك نتمنى منه يعاود يرجع قلت لك سمعتي قلتي بانك تلقي الشعر قلت لوح الشعر ايه لوح لينا شي شعر مرحبا علاش بغيتو تسمعوا
نرتجلو فيه دابا لقى لامبروفيزاسيون ديال الشعر، الارتجال ديال الشعر يعني اللغه العربيه كاينه. عطاني شي شعر على مسمنه. مسمنه لا لا شي حاجه اللي فهمتي لا ارتجلنا ارتجلوا في شي حاجه معقول. اش غادي نقول لك، عطانا شي حاجه على سهام. يلا بات لي اسم سهام. تحياتي لسهام من كندا. مرحبا. يا سهام، سهام حبك في القلوب بالماء تروينا، عطشان ظمآن سهام تنير دما، في الليل تنهينا. تنهينا عن ماذا؟ عن الهوى بالسكوت تلقينا، وفي نار الغرام تهذينا. فكم من عاشق بسهام الحب كفانا بالعذاب ما يكفينا. رائع. أعطاني شي شعر ديال أبو نواس، شي حاجة حافظة. ما كانت صفات المرء حافلة، وما كانت لأخطائه أن تنجلي، وما كانت سيوف العرب حادة إلا لقوم تغوا بمعزلي. يا نفس لعز أوجدي لنا، فما كنت يا كرامة خوفا ترحلي. قال الوجود أين الحبيب ها أنا، فرد الخائن قولا له بمقتلي. وسال الجرح في قلب صالح، وقال الزمان صبرا فلا حول لي. حب الأسامي والطلاء يزال، قل الكريم والسخي كنوفلي. كنوفلي رائع. شي شعر فاسق ماجين. شي شعر فاسق. واخا مرحبا. الجنت الجنس حلاوة، الجنس حلاوة هي فسحة تأتي وترحل. كتسمعني ياك أخويا ماري؟ كتسمعني. سير الله. الجنس حلاوة هي فسحة تأتي وترحل، والوجه له سنين معدودة ويذبل. وإن غلبتك الشهوة فأنت إلى الهلاك تنزل، وإن ما تحكمت بالهوى صرت بعدها لا تعقل. وإن ذهب العقل فأنت على جهنم مقبل، وإن اخترت حبيبا فاختر خير من يقاتل. يقاتل نفسك إن على همتها تتنازل، واختر قلبا طيبا تهواه المنازل. وإن جاءك الهوى عذوا فقاتل من بالخبت يقاتل، وكن حكيما بذكر الله تتغنى وترتل. فلكل منا أجل مؤجل، وكل عند الله مسجل. فاعمل ليوم فيه عما فعلت ستسأل. رائع. شكرا أخي. خليتنا نعيش معك الإحساس، يعني كتبان فيك إنسان معقول فيك 4000 تردى. رائع. مسيرة موفقة في الشعر، ولماذا لا شي ديوان سجلي ديالك انت اخويا عبد الصمد. وكنت منك انت تصيفط لي ميساج، غندير لكم شي لايف غير ديال الناس الرائعة اللي كانت، وغنسمعكم كاملين. صافي مرحبا. الله يحفظك. نغني لكم شي حاجة قبل ما الناس يلا سير سير. الله غني لينا.
أنا غنطلعك عابلة صراحة رائع صراحة، يعني خانتني تعابير، صوتك جميل. شكرا لك بزاف يا أخي، شكرا شكرا لك لك بزاف على الصمت، والله وصفت لي الميساج بحال مظبوط اللي والله تبقى عندك في هذا الصمت. شكرا لك، الله يحفظك شكرا شكرا لك، رائع التعريف. قولي غني قولي المليحة، للأسف هبطت على قناة الكومنتير. لا صوت زوين صراحة السيد، ما كنفهمش كومنتيرات الأخت عبلة، لاباس عليك. لا لا عبلة اخبارك كنتي بخير، بحال الأذان ديال المغرب في رمضان. ياك شي كومنتير عرفتي، عرفتي كاين شي كومنتيرات والله ما كنقدر نقراهم، فهمتي؟ حيت إلا قريتهم غنبدا نضحك البنادم في وجهه. صراحة وياك الله شي عبلة، عطينا شي حاجة من الإلقاءات ديالك. ما كنسمعكش مزيان، دابا كنسمعك مزيان، سمعني انت بخير كل شي بخير، لاباس عليك. يحيى ما شكرا كنقدرش عليه خويا. ولكن عندك. عطينا الأخت عبلة شي حاجة. واخا دونك شي حاجة شعر باللغة العربية، داكوغ. الو، ما يعطينا الإلقاء. كنسمعكش مزيان، كيتقطع لي. أنا رائع، ما كان أول عندي ألقي ألقي غالي لوحي نطري الشيء. لا غالي. يلا غريب أم قريب، لما هو هذا قدري، كل شيء وأضحى مبهم وغريب. بالأمس كنت أنا، واليوم من يكون؟ هل ما زلت أنا مختبئ كون، أم غيري عاشق تسلل إلى حتى يعذب يعذبني وقلبي مجروح، حبيب ناسي أن قلبي يحم بالله عليك، واشفق على من يحن إليك، فأنفاسي تنبض أكثر كلما لمحت عينيك. أعني عبني وبقدر ما عذبني أحبك، أحببتك وأنت لا تدري، لا تعلم بالقلب وما يسري، أحببتك وحبك أعذبني وبقدر ما فعل أحبك. كنت وسأظل في معبد العشاق أتوسل كونيكسيون. انا قبل هي زوين زوين صراحة والله العظيم، إلا زوين. عاود طلعي، عاود صيفط لك اللعيبة باش طلعي قبلة كملي لينا.
شعر زوين وي اشرف وي لا ريبونس وي. قلت لك انا مورا اخويا ماري خصني انا خصني نمشي نجيب كار عاوتاني شي واحد في الرباط يدير زوين نخلصو ويمشي يجيب لينا شي كار ولا شي حاجه شي واحد عنده موطور طوموبيل شي كريم شي واحد خدام كريم يسمع لي دابا عندي حتى إيقاع مش إفران هذا ما الفرصة طيب فلوس يمشي يتقدر ألو يا ألو لاباس عليك السلام عليكم كي دايرة أمونة كي دايرة ماري لاباس عليك الحمد لله ربي يخليك أنا عندي أنا اللي عندي كونيكسيون كتقطع فهمت شحال في عمرك يا أمونة واش من عندي عندي 19 سنة 19 سنة شنو بغيتي تقولي لينا اليوم؟ عندي 19 عام 19 عام بغيت نغني وهي باغا يا غني واخا نغني لكم تعاقيل يلا واش تسوى دنيا بلا بيك مين خسرتك سمات كاع الله 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 يقدرني على نسيانك نبرا شويه من عذابك شكون فينا اللي شرى وشكون اللي باع يا واش تسوى ما في بلا بيك مين خسرتك سمات كاع الله 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 يقدرني على نسيانك نبرا شويه من عذابك شكون فينا اللي شرى وشكون اللي باع وانتي كنتي تحسبنير ما كنتيش تعبنير استوار شابة سانز اسبار ما همك شي كاع اللي صار رفت هادي زاني وعوام تزاني وعوام مرفتتني شنهار عادش اللي حاولت يا واد الصوت صالح تخرجي شي جن من شي واحد شي عايشة شي ميرة هذا اللي قال لك راكي كتغني هكا دابا هذا اللي قال لك هذا اللي بياك العجل وقال لك سير غني عند ماري ورا صوتك زوين هكذا بعدي ياك عليك شو مالك ما باش نطلع انت خاصك تبقاي اللور ملي كتكون ديك بهذه العمليه وتقولي ديك صلاه وسلام ياك ما ريحش مالك عبرتك واش بغيتي تدير شي زور غريبي لا شنو الحقيقه لا هو صراحة عندك 19 سنة ممكن من هنا واحد العام أنا قد من هنا واحد العام غادي يكون صوتك رائع شكون هذا اللي بيعك شكون هذا اللي بيعك العجل ويلي اللي قال لك سيري تضحكوا عليا ياك لا والله ما كنضحكوا عليك بالعكس درتي محاولة رائعة فإن أصبتي فلك أجرين وإن لم تصيبي فلك أجر دابا انت عندك كني ما قلت الشاب عاقل يطلب إعادة عذاب القبر بعد سبعي القبر مسكين دابا ديت بنوبه يقدر يمشي لجهنم على هذا الصوت هاك نضحك معاك الأخت ولا ماري وحش ما عليك بردك لا هو بيني وبينك كاين الصوت أنا بديت نكذب عاوتاني كتبان فيا بينك صراحة عشان صوتك الله يحفظك الله يكبر دابا انت تيا شكرا لك اختي امونه والله انت قرايتك دير قرايتك امونه ياك كاش قرايه امونه لا كون هاني كنقرا انا اقرا واش ما كتديري فايقه دابا خصك تمشي ترجعي وتنعسي راك فوق ما كدير اللايف ما كناش حتى كتمشي انت لا بحال هادشي ما كنبغيش راه ديما كنقول لكم الاخوان بصح ثاني كنبدا ما نخرجش الصباح راك يعني نقرا العشيه داكشي علاش ايوا شكرا لك اختي امونه تهلا ليا فراسك اوكي ربي يخليك شكرا ماريو صح درويش هاد البنت هادي ظريفه ما عمرها دار
واخا درك لعب بحال هكا. انا نطلع خاتيم، انا نطلع كنسمع ماريو، ولكن اليوم كتلايف وانا نكومونتي. المهم تحياتي ليك خويا ماريو، الله يحفظك. تحيه ليك، تحيه ليك اخويا. شحال وانا كنسمع ماريو، ولكن اليوم لقيت اللايف. شكرا ليك ديما كنقول لك لا باج فيسبوك حتى شي حاجه، انا مراوغ وطلعي. الشياطين نعلش الله عليكم الى يوم الدين يجوه جهنم. ما كاينش شي حد اللي قال انا حافظ القران. طلع جود لينا الاخريك وانا غنطلعك. طلع جود لينا نتايا. وعلاش اخويا كتسب؟ لا مانيش هضروي ماريو. طلع خاتمه، طلع خاتمه، مش نجيب الكار وخاتمه ديالنا نقدر نخلي لها فيسبوك. خاتمه كتبيها اختي شي كومونتير. طلعني ولا ما كنعرفوش نغني، ولكن غادي نغامر. خاتمه بدلي التليفون، هاد التليفون والله ما بغا يطلعك. ولا طلي شارجي لعيبه جديده ديال هذيك امل الحر. امل ناري ناري. شحال في عمرك؟ ملي قلت انا في عمري 20 عام. 20 ملي قلتي هذه اللي مشات، هذه اللي كانت قبل مني. ملي قلتي لا ما عندك شي صوت، شنو انا غضحك عليا العديان. والله غنسكت الا شتي لي ما جاوش. عرفتي واي لو سمعني انا واخا ما عنديش شي صوت، يلا انتي نقول لي شوف شوف انا عارفه راسي غنخلعكم كاملين. والله بغيت تبروك. المهم قولي شي اغنيه نغنيها لك. يلا يلا غني لي. انا العيلة مولاتي يا لالا يا مولاتي. لا كملت اليوم دابا تزيد تكمل عليا. لا لا قولي شي حاجه هنا دين فهمت يمشي معها. المهم اغنيه حضره ولا لا غنوا ولا لا غنوا. الو اي فاطمه زهره مايو اي وانت تو تاتش وايت يو. ما كنسمعكش وقتك. امل حره وجاوب بينا. غني لينا اختي يلا غني. غني اي ديسك حافظه غني لينا. ومشيت البركان يا ما مشيت البركان حافظه. لا اولا لا مشيت البركان. شوف ملي قلتي هاد الهضره ملي قلتي هاد الاغنيه غنغني واحد الاغنيه لواحد البنت من الداخل. انا عارفه كتضحك ليا كيما لا تين تفكر على الله يا تين. لا عملي ويا ربي مالي كيف الاول كيف التاني والاول ما هناني والتاني وزاد فدمي يا سنطروة يا غدا ويتمين ركب بقى مريولة في مجنون قلبي وعليها الغيم الغيرو وانا شخصي. ومشينا مشينا مشينا ولي السينما. كتقطع الصوت عندك هاد كتقطع الصوت كتقطع الصوت عندك عاوديها. كونيكسيون عندها مسكينة ميتة. عاودي يا أغنية زوينة ماريو. طلعني غني أغنية ديال وجع التراب. شو هذا شطح عليه مع ربعة الصباح الناس كانوا كي لا صوت ديالها زوين وجع الصون طرف. وديك ماريو الهبيل لاش لاش أختي لاش أيوة أنتو شو يلا أوكي ريم يلا ريم. فينك الأخت بقى عبلة خصها تكمل اللعيبة ديالها باقي. هاد البنية عندها صوت زويون مزيون يا العيلة مزيون لا كريم. ولكن هي باش نفسر لكم أخت ريم. ألو 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 لاباس عليك كي دايرة؟ لي مالا هربات. الو انا اللي ما هربت فين باقي علي حيت كنت سمعك سكتي.
لاباس عليك داكشي مقطع الحمد لله. وي واش كي داير انت؟ شحال عمرك كريم؟ شحال في عمرك كريم؟ انا عندي 17 عام. 17 17 بلاتي تشوفوا رئيس الجماهير ندوزوها واخا قصيره ولا لا؟ ولكن انت خصك تغلبي. لا عندي لاكارت ناسيونال. لا حول ولا قوه. شي رجل امن يقول لي واش ندوز؟ يلا ندوزو كان هاد الاول قصيره غندوز في ليالي ماريو وغدا غنصبح نشوف التيفي ماريو يعرض القاصرات. يضحك فيك. يلا غني غني يعني ماشي فيها الاغنيه ما كاين لا فونتازم لا والو. سير انا اول مره تنغردني قدام شي بوبليك في الخلعه عندي ساتون اللهم الدين. اجي نقول لك بعدا بعدا قبل ما نهضروا على دي ساتون ولا دوزي الى اخره. لا ما نخليهاش 17 سنه صاحبي 17 عام راه خصها خصيتها طلعت لي تبويقه على ديك اذا زلزلت الارض زلزالها انا مزاوك شوف عزيز عليه القصيرات هذا. الاخت راه هذا اللايف هذا اللي الناس اللي هما اكثر من 18 عام مايو ايه خليها تغني طيور الجنه مش خاف والو ما نكذبش عليكم انا الاخوان 1501 4 الصباح هذه كنا بزاف ديال بشي 5000 وكثر يعني دابا 4 الصباح ما نكذبش عليكم عييت نخليو هاد اللايف غدا غدا يقدر يكون معايا اجان شويه داكوغ غدا يقدر يكون معايا واحد الولد اللي فيه سرطان اللي كنتمناكم عندكم تشجعوه هو داك اللي كان في داك الفيديو سميتو السلطان اسماعيل غدا نحاول ندوزو في اللايف عييت الدراري وصبحوا على خير مازال تابعني خدمه ايضا ان شاء الله.